السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة: الكشف عن خسائر مالية مهولة جراء توقف تصدير نفط كردستان. بعد موجة مطرية غزيرة بدأت تدفق السيول في 7 وديان بين العراق وإيران. مسرور بارزاني يربط القضية الكردية بالفلسطينية ويشن هجوما على بغداد. قاب قوسين أو أدنى، السوداني يترك قرار تغيير 4 محافظين ويستعد لتغييرات مهمة في 7 محافظات. الأمن الوطني يحصي عملياته في ملف تهريب المشتقات النفطية. السوداني يوجه بسرعة إنشاء المنصة الثابتة الخاصة باستيراد الغاز. بارزاني في موقف مغاير: حل إسرائيل وفلسطين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. شرطة ديالة تكشف خفايا اغتيال منتسب في الحشد الشعبي. تأكيدا لبغداد اليوم، مكتب شاخوان عبد الله يؤكد تعرضه لاعتداء مسلح في كركوك. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على المستشفى الأندنوسي في غزة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة. إليكم تفاصيل الأخبار. كشف الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفين تشيرواني اليوم 22 تشرين الثاني 2023 عن تفاصيل إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي. وقال شيرواني في حديث لبغداد اليوم أنه تم الإطلاع على العقود المبرمة بين حكومة الأقليم مع الشركات المستثمرة في مجال إنتاج النفط وأيضا المستحقات المالية لهذه الشركات. وأضاف أن الحكومة الاتحادية والأقليم والجانب التركي والشركات النفطية يدركون ضرورة استئناف تصدير النفط وتجنب المزيد من الخسائر المالية. وأشار إلى أن الخسائر المالية منذ توقف تصدير نفط الأقليم في 25 من آذار من العام الحالي تجاوزت إلى 6 مليارات دولار، وهذا رقم كبير أضر بالاقتصاد والموازنة العراقية. وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كشف يوم السبت 18 تشرين الثاني 2023 عن أبرز مطالب الشركات الأجنبية العاملة في أقليم كردستان. أعلن مسؤول حكومي اليوم 22 تشرين الثاني 2023 عن بدء تدفق السيول في 7 وديان حدودية بين العراق وإيران شرق محافظة ديالى. وقال مدير ناحية قزانيا 93 كيلومتر شرق بعقوبة مازن أكرم في حديث لبغداد اليوم إن الشريط الحدودي بين العراق وإيران شهد موجة مطرية غزيرة في الساعات الماضية، ما أدى إلى بدء تدفق السيول في 7 وديان دفعة واحدة، وهي مويلح، أئمة، طهلاوة، وادي ذراع، حزام، ترساق، جسر أرامكو، ترساق، جسر جديد. وأضاف أن تدفق السيول متباين بين وادي وآخر لكنها ضمن حدود السيطرة ولا تشكل خطرا على حياة أهالي القرى الحدودية حتى الآن. لافتا لأن خلية الأزمة الحكومية تراقب الوضع عن كثب وسيتم التدخل فور حصول أي أمر طارئ. وأشار أكرم إلى أن مناطق شرق ديالى هي الأعلى بمعدلات الضرر من أزمة الجفاف القاسية، وهي بأمس الحاجة للسيول لإنعاش المياه الجوفية وإدامة زخم تشغيل الآبار، والتي تشكل حاليا قرابة 70% من إمدادات المياه لمناطق شرق المحافظة وخاصة الحدودية. قال رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم 22 تشرين الثاني 2023 إن المنطقة تواجه تحديات وجودية تتطلب حلولا جريئة، فيما بين أن الانتهاكات المتكررة للدستور العراقي وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تمخضت عنه الحكومة الحالية ينذران بزعزعة الاستقرار وعودة ظهور الطائفية والانقسامات بين المكونات الرئيسية. وبين بارزاني في كلمة افتتاحية بالاجتماع الرابع بمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية بمدينة دهوك وتابعته بغداد اليوم، إن الشرق الأوسط يشهد تحديات وجودية أبرزها التغير المناخي، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي
وشح المياه والهجرة الجماعية، ولفت إلى أن المنطقة تشهد أيضا تجددا في العنف وهو ما يمثل تهديدا للسلام والأمن. وأكد بارزاني على أهمية العمل من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات في المنطقة، مبينا أن القضيتين الفلسطينية والكردية تتطلبان نفس الحقوق والكرامة. عبر عن قلقه من المستجدات الأخيرة في العراق، مؤكدا أن الانتهاكات المتكررة للدستور تهدد الاستقرار وتنذر بعودة الطائفية، وقال أن القرارات الإحادية وتفرد مجموعة واحدة بالمؤسسات الحكومية سيفاقم الفساد والظلم والفقر والتمرد. كشف القيادي في الأطار التنسيقي تركي العتبي اليوم 22 تشرين الثاني 2023 بأن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني قرر ترك قرار تغيير 4 محافظين لمجالس المحافظات الجديدة. وقال العتبي في حديث لبغداد اليوم إن لجان التقييم التي شكلها السوداني رصدت سلبيات متعددة في أداء 4 محافظين خلال الأشهر الماضية، لافت إلى أن قضية إعفائهم كانت قاب قوسين أو أدنى، لكن قرب الانتخابات في 18 كانون الأول دفع إلى تأجيل القرار. وأضاف أن السوداني ترك قرار تغيير المحافظين 4 إلى مجالس المحافظات خاصة، وأن الانتخابات ستفرز حكومات محلية جديدة وفق المعدلات التي تفرزها صناديق الاقتراع. وأشار العتبي إلى أن تغييرات مهمة ستجري بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات ضمن مؤسسات ووزارات الدولة وفق قوائم التقييم، ربما تشمل مدراء عامين ووكلاء، لكن الأمر يبقى ضمن قرارات السوداني. أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم 22 تشرين الثاني 2023 عن حصيلة عملياته في ملف تهريب المشتقات النفطية خلال 2 شهر. وذكر الجهاز في بيان تلقته بغداد اليوم إنه يواصل عملياته النوعية في مكافحة تهريب المشتقات النفطية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء لما يتسبب به من أضرار كبيرة تنعكس سلبا على الأمن الاقتصادي للبلد. وأضاف أن مفارز الأمن الاقتصادي خلال 2 شهر تمكنت من إحباط تهريب 460 ألف لتر من الوقود وإلقاء القبض على 28 متهما وفقا لمذكرات قبض قضائية. وتابع أنه تم ضبط 17 سهريجا و9 خزانات و4 أوكار تستخدم لتهريب المشتقات النفطية في محافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين وديالة وكركوك ونينوى وبابل. وأشار الجهاز وفقا للبيان إلى أنه تم جرى مصادرة الكميات المضبوطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالة جميع المتهمين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم 22 تشرين الثاني 2023 بسرعة إنشاء المنصة الثابتة الخاصة باستيراد الغاز. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته بغداد اليوم إن السوداني ترأس اجتماعا جرت خلاله مواصلة المناقشات الخاصة بإنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو، التي تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة للعراق، إذ ستسهم في توزيع مصادر الغاز المشغل لمحطات الكهرباء في العراق، وقد تم تحديد موقع هذا المشروع ضمن مساحة الميناء. ووجه السوداني بتشكيل لجنة مختصة تتولى أعداد رؤية متكاملة تقدمها خلال 2 أسبوع للمضي بمشروع المنصة الحيوي. وأكد تصميم الحكومة على المضي بتنويع مصادر الطاقة إلى جانب الذهاب إلى حلول جذرية استراتيجية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي والمصاحب الذي شرعت به الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة. قال رئيس اقليم كردستان نجرفان بارزاني اليوم 22 تشرين الثاني 2023 ان حل الدولتين اسرائيل وفلسطين هو السبيل الوحيد لانهاء الصراع، فيما اكد ان منطق القوة يعمق المشاكل ولا يحلها. وذكر بارزاني في كلمة له بالاجتماع 4 لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية بمدينة دهوك وتابعته بغداد اليوم أن حل المشاكل في العراق هو مفتاح حل المشاكل مع إقليم كردستان، مؤكدا أن الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق
أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأضاف أن منطق القوة يعمق المشاكل ولا يحلها، لافتا إلى أن عدم تطبيق النظام الفيدرالي وعدم الالتزام بالدستور خلق العديد من المشاكل في العراق. وتابع أن 20 عاما من استقلال العراق كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير لو تم تطبيق الفيدرالية، مبينا أنه يجب أن يصبح العراق ساحة لحل مشاكل الشعب العراقي وليس ساحة لإطالة أمد الحرب في المنطقة. كشف مصدر أمنية اليوم 22 تشرين الثاني 2023 عن خفايا اغتيال منتسب في الحشد الشعبي شمال شرقي ديالة، فيما أعلن اعتقال المتهم بعملية الاغتيال، وهو الآن محتجز في مركز أمني لاستكمال التحقيق. وقال المصدر في حديث لبغداد اليوم إنه بعد حادثة اغتيال منتسب في الحج الشعبي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس وسط قضاء المقدادية 40 كيلومتر شمال شرق بعقوبة، شكل فريق مختص بشكل فوري في قيادة الشرطة من أجل الاستدلال على هوية الجاني. وهذا أن سرعة ردة الفعل أسهمت في كشف هوية القاتل، وأضاف أن سرعة ردة الفعل أسهمت في كشف هوية القاتل واعتقاله بعد فترة وجيزة من الحادثة، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد بأن الدوافع جنائية وليست إرهابية. تأكيدا لما نشرته بغداد اليوم، أكد مكتب النائب الثاني لرئيس النواب شاخوان عبد الله اليوم 22 تشرين الثاني 2023 تعرضه لاعتداء مسلح من قبل مجهولين في محافظة كركوك. وقال المكتب في بيان ورد لبغداد اليوم، تعرض مكتبنا صباح اليوم لاعتداء مسلح لمجهولين بعجلة نوع تويوتا كامري، وتم الاشتباك مع حراس المكتب والرد عليهم وأصابت العجلة، ولكن للأسف تمكن المسلحون من الفرار. وأضاف نطالب الجهات الأمنية المختصة بإجراء تحقيق عاجل لكشف الجنات وملاحقتهم أينما كانوا وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدا أن تلك الأعمال الجبانة والاعتداءات المتكررة على مكتبنا لن تثنين العزيمة والأصرار لمواصلة الجهود والعمل في سبيل خدمة أبناء كركوك من جميع المكونات. وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني بتعرض مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله إلى إطلاق نار من قبل مجهولين في كركوك. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم 22 تشرين الثاني 2023 استشهاد 12 جريحا ومرافقا وأصابة أحد الكوادر الطبية جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأندونيسي في غزة. وذكرت الوزارة في بيان أن 12 جريحا ومرافقا استشهدوا فيما أصيب أحد الكوادر الطبية جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأندونيسي في غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن القصف الإسرائيلي على المستشفى الأندونيسي أدى لسقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفته أيضا بالرصاص الحي وبشكل مباشر، كما أطلقت قذائف المدفعية في محيطه. وأشارت الوكالة إن استهداف المستشفى تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطباء. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم 22 تشرين الثاني 2023 مقتل جنديين إسرائيليين جديدين في المعارك الدائرة في شمال غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء العملية العسكرية البرية في غزة إلى 67 قتيلا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنديين القتيلين ينتميان للكتيبة 890. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأحد مقتل عسكريين في المعارك الدائرة مع حركة حماس داخل قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه يوم الأحد فقط إلى 7، لترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 65 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي. وبمقتل الجنديين الذين أعلن عنهما اليوم الاثنين، يرتفع عدد الضباط وجنود القتل الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماءهم 387 قتيلا ومنذ بدء هجوم حماس على مناطق غلاف غزة في 7 من أكتوبر الماضي.